عزيز. أنا أسأل عن الآية اللي تقول طيبون وطيبة. نعم. أيوة. أنا متزوجة من زمان وموظفة. نعم. لكن يعني زوجي كل شيء يعني كل حاجة. حتى السكن لم يوفر سكن. بعدين ومتحملة أنا هالشيء هذا. لكن نعم. بعد ما تزوج زوجة ثانية وفر له كل حاجة. يعني هل علي ذنب إذا طلبت الطلاق أو لا؟ نعم. العزيز قالت يعني انطلاقا من قوله تعالى طيبون للطيبات، تقول أنا متزوجة وموظفة وهي تعتمد على نفسها بعد الله في كل ما تحتاج إليه، تقول زوجي لم يوفر لنا شيئا ولا يصرف عليهم ولم يوفر لهم يعني سكنا، تحملت كل شيء، تقول عند زواجه بأخرى بثانية وفر لها كل شيء فيما لو طلبت منه الطلاق. الحقيقة يعني أنا أقول لأختي أعانك الله وأسأل الله تعالى أن يفرغ عليك صبرا، زواج الرجل من امرأته من امرأة غير امرأته الأولى أو الثانية إن كان عنده اثنتان بالتأكيد سيؤثر على نفسية الزوجات أو الزوجة السابقة، لكن المرأة من هذا الأثر تبدأ برصد ما يكون من الزوج بحساب دقيق، وهذا يسبب انبعاث كثير من المشاكل والقضايا التي تفسد الحياة وتعكر صفوها وقد تكون سببا لمنازعات ومشاكسات بين الزوجين. الذي أوصي به أخواتي أن يصبرن وأن يحتسبن، وهذا ليس معناها أن تسقط حقوقها بل لها الحقوق الكاملة، يعني كونها مثلا كانت تتسامح بشيء من حقها لما كانت منفردة والآن تطالب بحقها، هذا ليس في حرج وهو من حقها، ويجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعطيها حقها، فإن منع حقها كمنعه نفقتها عند ذلك هذا بأس. وقد جاء في حديث أسماء حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس، من غير ما بأس، وأي بأس أعظم من هذا البأس أن لا ينفق عليها ولا يقوم على شؤونها بالكلية ثم يطالب بحقوق ويطالب ببقاء الرباط بينه وبينها من غير ما بأس، فلم ترح رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد ينبغي للمرأة أن تتأنى في طلب الطلاق. طبعا هذا لا يعني التحريم المطلق، يعني هناك حالات يجوز فيها للمرأة وهي مندرجة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما بأس، فإن كان ثمة بأس فيجوز للمرأة أن تطلب الطلاق. بعض النساء يعني في سياق أن تمنع زوجها من أن يرتبط بأخرى تقول له إن تزوجت علي فطلقني أو أنا أطلب الطلاق، أنا في شك من أن هذا بأس يجيز للمرأة طلب الطلاق، الأصل أن هذا أمر معتاد، فإن الله تعالى قد قال الذي هو الزواج عليه، يعني مجرد الزواج يعني كونه سيعدل هذا هو الواجب، لكن يعني الإشكالية أنه في بعض النساء تقول لزوجي إن تزوجت علي فأنا لن أبقى عندك، أنت طلقني، كل يمشي في مسار، وهذا معتاد يعني، لكن لو وقع يعني التهديد به مسألة والوقوع كونه تزوج وهي لا تريد فقط لأنه تزوج، هذا يعني أنا في تردد من اندراجه في البأس الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من غير ما بأس، لأنه هذا أمر معتاد والله تعالى يقول والمرأة داخلة وعارفة أنه احتمال أن يتزوج عليه، الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، الشأن في أن يتقي الرجل الله عز وجل في العدل، يكون يقصر مع الزوجة الأولى بسبب أنه تزوج هذا غلط، يكون والله يقول والله أنت سنوات وأنت ما عندك مشكلة في أني ما أصرف عليك، طيب ما يخالف سنوات لما كنت أنا وياك منفردين، لكن الآن في شركة هناك من يشاركني فيك، فكما أنك تعطي فلانة زوجتك الأولى زوجتك الثانية والثالثة والرابعة تعطيها كذا وكذا، أنا أطالب بنفس ما تعطي، أنا لا أطالب بأكثر مما أعطيتهم ولا أرجع بالمطالبة بأثر الرجع سابق، لكن العدل هو أن يعطي كل ذي حق حقه في المبيت وفي المال والنفقة وفي العناية والاهتمام بقدر ما يتحقق به
المصلحة التي تقوم بها الزوجية ويحفظ بها رباط الزوجية ويغنيها عن أن تلتفت هنا أو هناك، لأن بعض الأزواج يعني يقصر تقصيرا يكون فتنة للمرأة. فيأتي ما قالته فاطمة بنت قيس: إني أكره الكفر في الإسلام، يعني أن أقصر في حق الله عز وجل أو أن أتورط في معصية بسبب هذا التفريط أو هذه التقصير الذي يحصل من الزوج. أنا أقول فيه مشكلة حقيقة يعني في كثير من الارتباطات، حتى في الارتباط المنفرد. يعني لا يتصور متصور والله المشاكل لا تكون بين الزوجين إلا إذا تزوج عليها، بالعكس قد تكون حياة المرأة التي زوجها قد أخذ عليها أو تزوج أخرى هنيئة وساكنة، والمرأة التي ليس لزوجها في الدنيا إلا هي، بينهم من المشاكل الشيء الكثير. بالتأكيد وجود الشركة يوجب نوع من يعني مظنة المشكلة مظنة، لكن هذا ليس لازما، لا سيما إذا أحسن الزوجان التعاطي مع الحدث وكان الزوج حسن التصرف في تحقيق العدل ورضا الله عز وجل، واستوعبت الزوجة أنه يعني قد يكون في زواج زوجها من أخرى توسع لها وليس نقصا فيها. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج على عائشة وهي حبه من النساء، لما قيل له من أحب الناس إليك قال عائشة، قبل أن يجيب على أي ما قدم أحد، يعني أول ما ذكر صلى الله عليه وسلم قال عائشة، قال له السالم: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها، كما في السنن والمسند. إذن مع هذا تزوج عليها، يعني الزواج ليس نقصا في المرأة ولا في مكانتها ولا في منزلتها. هذه التصورات التي تشيع في المجتمع وفي المجتمعات أن الزواج الثاني يكون لنقص أو قصور، هو من أكبر العوائق ومن أكبر مسببات المشاكل في البيوت. إنه النظرة التي تكون من النساء للمرأة التي تزوج عليها زوجها نظرة يعني نظرة رأفة وشفقة، في حين أنها قد تكون هي أسعد من هذه التي انفردت بزوجها. فأقول نحتاج إلى تعديل مثل هذه الأمور. خلاصة الكلام إنه إذا كان زوجك يقصر في نفقة واجبة، أنا أرى إنه تتفهم معه وتقول: يا أبو فلان، أنت أبو عيالي وراغبة في البقاء معك واستمرار هذه الحياة، لكن الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. معنى هذا أنه ينبغي أنه تحقق العدل، ومن العدل التحقيق العدل في النفقة والقيام على الأسرة. السلام عليكم شيخ. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.